السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم عبارة عن كولابوريشن مع العسل ميك اب باي فوفو ام. فوفو طبعا صديقتي، تعرفت عليها واحب اتابعها على الانستغرام وعلى اليوتيوب، فيديوهاتها روعة. تسوي مرات بعد ميك اب توتوريال، وانا وايد استفدت منها بصراحة، انصحكم انكم تتابعونها. وفيديو اليوم بيكون عن 7 منتجات أساسية كل واحدة منها تستخدمها في مكياجها، يعني هاي 7 أشياء ما تتغير شو ما كان هذا المكياج. أنا في هالفيديو مالي بذكر لكم 7 منتجات، وبعد فوفو بتذكر لكم 7 منتجات اللي هي ما تستغني عنها. بحط لكم رابط الفيديو مالها وبعد رابط قناتها في صندوق الوصف، فلا تنسون السيون تشوفونه. والحين تعالوا ياي اراويكم 7 منتجات اللي مستحيل تتغير. اول منتج عبارة عن فرشاة الكابوكي من سيجما، الاف اي تي، الفرشاة المشهورة عندهم. هذه الفرشاة من سنين انا استخدمها وما استغني عنها، سواء للفاونديشن او للبودرة. ميزتها انها توزع الفاونديشن او البودرة بكل سهولة، اول شيء بالطبطبة وعقب ادمجها طلع شكل فاونديشن روعة. ممكن مرات ارد فوق الفاونديشن بالبيوتي بلندر وهي مبللة، بس هذه الفرشاة عندي اساسية، سهلة في التنظيف، ما تاخذ وقت طويل علشان تنشف، وفي نفس الوقت تعيش فترة طويلة. تدون ان من هذه الفرشاة اظن عندي 3 أو 4 باك اب، ما اعيش صراحة بدونها، وشو ما كان مكياجي هذه عندي اساسي. ثاني منتج عندي برايمر للعيون من ماك، اللي هو بينت بوت درجتي بينتردي. وايد احب هذا البرايمر فوق العيون حق الاي شادو، احطه على الجفن مباشرة، اتريه شوي ينشف وبعدين احط الاي شادو، يثبت الاي شادو، يخلي لون الاي شادو يبين اوضح، وفي نفس الوقت ما يخلي الاي شادو يتكسر ويتم فترة طويلة. استخدم مرات انواع ثانية من البرايمرات حق الاي شادو، بس في النهاية ارجع حق بينتردي من ماك، وايد هذا احبه، واظن هذه ثاني علبة منه. ثالث منتج عندي، هذا دائما اتكلم عنه واظن اغلبكم تعرفون اني انا ما اعيش بدونه، مسكرات بنفيت ذا ريل. احلى مسكرة عندي هي ومسكرات شانيل لفوليون، هذه اساسية عندي، ممكن استخدمها بروحها. تعرفون انا احب احط كذا نوع مسكرة، بس هذه تغنيني عن اني استخدم وياها مسكرات ثانية، ومهما اجرب من المسكرات لازم هذه ارجع لها، ولازم عندي منها باك اب، لان لو خلصت ما اعرف ما استغني عنها يعني. فبعد هاي من المنتجات اللي مستحيل تتغير. منتج وايد احبه، جربت منه درجات ثانيه، بس هاي الدرجه بالذات مناسبتني، اللي هي بودره بناي. جربت الشفافه وجربت البنان، بس هذه درجه باف اروع درجه جربتها من عندهم. بشكل عام بودرة بناي استخدمها سواء لتثبيت الكونسيلر او على كل الوجه لتثبيت الفاونديشن. اتجنن بودراتهم، وايد ناعمة وتتوزع بسهولة، ما تعطي شكل الوجه هذا المغبر. تعرفون احيانا بنحط البودرة تحسين وجهك يسوي مغبر، ما اعرف كيف. بودرة بناي ما تسوي هالشي. جربي اذا حابة يعني درجة بنانا او باف، يعني بصراحة أحلى درجة عندي لين الحين بباف. وبعد من المنتجات الأساسية عندي ومستحيل تتغير مهما أجرب غيرها، كونسيلر بنفيت فيت مي، هذا روعة. أجرب وايد أنواع كونسيلرات، بس بعد لازم أرجع لهذا فيت مي. درجتي فيه 25، حلوة هاي الدرجة، أستخدمها ككونسيلر تحت العيون. إذا عندي علامات أبغي أغطيها، وايد سهل في التوزيع. تغطيته بالنسبة لي أنا ميديم، أحس هاي التغطية تكفيني، مع أن عندي هالات بس أحس أن هاي التغطية تكفي ويثبت ما يتكسر، بس أحيانا أحتاج أني أثبته ببودرة حرة وخلص، ما أحتاج أكثر من شيء، وسعر رخيص من الدراغ ستور ودائما دائما أحصله. على طاري الدراغ ستور، فرشاة أون هذه حق الاي شادو، احلى فرشه لدمج الاي شادو ابغى احط على الكريس، اتجنن هاي الفرشه. للاسف ما في عليها رقم، ماركت اون موجوده في سنتر بوينت عندنا، اسعارهم زينه. هاي الفرشه عندي منها 3، وايد احبها. نفس
217 من ماك، بس طبعا هاي بربع السعر، هاي وايد ارخص، اظن 30 او 40 درهم وتعيش، انظفها ما يتساقط شعرها، ويعني ممتازه انا اشوفها وناعمه. بعد هاي من المنتجات اللي مستحيل انها تتغير بالنسبه لي. اما السابع واخر منتج عندي بعد مستحيل يتغير، بيوتي إليكسر من كوداليه، احبه وايد احبه. هذا من اكثر من سنه ونص تقريبا استخدمها المنتج، وما اعرف كيف كنت عايشه بدونه قبل. استخدم سوائل تثبيت الفاونديشن، استخدم ريفريشنج حق بشرتي بدون ميك اب، يعطي انتعاش للبشره، يخليها تشي فريش وريحته حلوه مثل ريحه السبا، ولازم دائما عندي من باك اب، لان لو خلص ما اعرف استغني عنه. وهذه يا حلوات كانت السبع منتجات اللي بالنسبة لي مستحيل انها تتغير، وكل ما تخلص لازم ارجع اخذ منها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون تشيكون على فيديو ميك اب باي فوفو ام، وشوفوا المنتجات اللي عندها مستحيل انها تتغير. ومثل ما اقولكم كل مرة، لا تنسون اللايك والكومنت، وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.